السلام عليكم، ازيكم يا حبايب؟ اخباركم ايه؟ تعالوا النهارده هوريكم مفاجأة. بصوا يا حبايب، العيش الشمسي بتاع مصر اهو، شايفين يا غوالي؟ النهارده طبخه بامي، طبخه بامي اللي هنقول عليها في الصعيد ويك، هنحبها بيه بالعيش الشمس. قلت يا حما انا عاوزه عيش شمس انت وحم، راحوا جابوا لي العيش الشمس اهو. اهو يا سعايده العيش الشمس اهو، عشان مش عشان ما اروحش الصعيد ما اكلش عيش شمس اهو. بس في الصعيد بيبقى اكبر من تعالوا يا حبايب، اكبر اكبر بس جميل يا ابراهيم، دي بعيش الفين وهو زي العسل اهو يا حبايب اهو. تعالوا يا غالي شوفوا العيش الحلو اهو، بس احنا في الصعيد في بلد تبزز وكده اهو، نقولوا بتبزيز عليه دي اهو، وناس تدور وكده اهو، دور كله. والرغيف من الصعيد في الصعيد في الصعيد عشان هيبقى مش هيبيعوه طبعا، ده هو هيبيعوه، هيبقى الرغيف كده اهو. اه بس غريبه يا ام، عيش بتوع صاج كده اهو. أيوة كبير ليه برضك يا ام؟ بصي العيش بتاع الصعيد تخين مليان كده كبير يا احمد، هيقطعوا بالبلاش يا ولد. من ده هو هيعدوهم بالرغيف، يعني دي حسب حجم العجينه اللي انتوا بتحطوها. اي العجينه بتكبر، اي تكبر الرغيف يبقى كبير ويبقى حلو. بس ده حلو يا ابراهيم. أيوة. واللي خبزها شاطره، تقول لي اللي خبزها شاطره ازاي؟ معايا صفاء ومنا يحبوا ياكلوا العيش اهو، مربيين في مصر بس يحبوا عيش الصعيد هنا. من ندى مش هتاكلوا جوا، هتاكل بسيط وساعات ما تاكلش اهو. بص يا حبايبي اهو، بس العيش ده امي ما تعالوا بالويكه يعني. دي والبراني، البراني اللي نقول عليها ايه؟ البراني البراني الويكه اللي مطبوخه في التقليه، هنا بقى بيقولوا عليها الباميه اللي هي الطاجن، طاجن البامي. ايوه لكن احنا نقول البراني، احنا نقول البراني. هي البراني بالسمنه البلد. اه يا باي والليمونه يا حاج احمد. اه يا عيني، معقولكم تعروحوا يا حاج احمد؟ لازم اروح الدنيا، بس يعني لازم اروح واكل عيش شمس من حبايبي في البلد. اهو طول بنت احمد هتاخد مني العيش اهو، عايزه تاكلهم كلهم بنت احمد اهو، شايفين هتاخد لابوها وام كده يا سوسو. قول لي يا غالي اهو، تقول له حلو ازاي من تحت؟ يلا اديهم العم من فوق ومن تحت. ما تسلم ايد اللي خبزاه والله. تسلم ايد اللي خبزاه. بس برضك يا امي مش هيبقى زي عيش. لا والله يا ولدي عيش، الله ينور على خبزاه. بس بصوا يا حبايبي، دي دقيق زيرو. ايه دي دقيق زيرو؟ يقولوا في البلد زيرو. آه. بس هنا نقولوا احنا ايه على الدقيق الزيرو؟ نقولوا فينو. دقيق اللي هيخبزوه منه الفينو. اه بص اللي خبزاه ناصحه، ولا حرقه رغيف ولا عامله رغيف. قلت له بنت احمد شايلهم ازاي؟ اهو يا غال هتودي العمه، هتحب عمه هي حبايب. يلا اتجدع معاكم يجي يتفضل وياكل معانا. يلا كده اهو، اهي عاملين الواكه على لحمه ضان. يلا تعالوا اتفضلوا يا حبايب معانا. بنت احمد خدتهم اهي، هتقولوا وهتديهم للمشاهدين يا جدي. لا تعالوا يا حبايب اهو، بصوا عيش حلو ازاي اهو زيكم. يلا ادونا اللايك والحاجات اللي جار اللايك كده اهو، تنسوش الاشتراك واللايك لماما سناء. اللايك والاشتراك يا حبايب، وما تنسوش. يلا عد علونا، خلونا نجيب ال 100,000 كده، ومالكم نعسانين على ماما سناء ليه؟ عايزين نوصل ماما سناء. هي ماما سناء زعلانين مني ولا ايه؟ لا يا امي. يلا يا غالي وحبايبك، يلا يا اولادي يا حبايب، واللي في السعوديه واللي في الكويت والكل كده، والفي ليبيا والبلاد الحلوه كل. يلا كده حيوا ماما سناء. يلا حبايب، باي يا سعايده، باي باي يا حبايبي كلكم، باي. لا اله الا الله كلكم يا غالي.